صاحب الإخوان اللي بالحزب الإسلامي من زمان، الحاط روحه بكل مكان، اللي ما يعرف يصيد الذبان، رشيد العزاوي. مع الأستاذ رشيد العزاوي وأمين عام الحزب الإسلامي. سوف ننهض بالعراق إن شاء الله. فاجأتني هالجملة والله عظيم، ما شايفها. ما سوف ننهض بالعراق. إيه أستاذ، أقدم لكم أستاذ رشيد العزاوي، أكثر واحد سلم العالم وينشر الفيروس ما شاء الله، وهذا متحول موج جديد على إيده إن شاء الله راح أطش بالعراق. رشيد العزاوي أمين عام الحزب الإسلامي اللي أخذوا مقاعد برلمانية ووزارات لعدد من السنوات، وأدري هالمعلومة ما تعرفوا وتفاجأتوا بها هسه، بس هو هذا العراق. وثانياً أنا يعني مليء بالمفاجآت. أي رشيد، ملينا رشيد، والله ملينا. أنت كبير بالسن والمفترض تكون رشيد اسم ومسمى، فشنو مشاريعك بالله؟ افتحنا البالة مالتك، خلينا نقلب يجوز جبنا بنطرون قميص قندرة، شو تسوي؟ ما تسوي استاذ؟ الدورة الأولى كنت أحاول أقارب بين وجهات النظر اللي كانت متباعدة جدا بين المكونات، كنت أحاول حقيقة أقارب بين وجهات النظر بين المكونين خصوصا الشيعي والسني لأجل لمصلحة العراق. ما شاء الله أستاذ، الدورة الأولى يعني 2006، وجهودك بالتقريب بين السنة والشيعة تكللت بالحرب الطائفية مع 2006. ما شاء الله أستاذ، ما شاء الله، خلف الله على المنتخب قرب وجهات النظر بين السنة والشيعة لمدة أسبوع. عاشتيدك رشيد، عقلك يشتغل. إيش سويت بعد حبيبي؟ وفي 2014 إلى 2018 أيضا عاودت الكرة مرة أخرى، وبدأت بما أملك به من علاقات مع إخواني السياسيين خصوصا الشيعة أن أكون ناصحا أمينا لهم. ما شاء الله أستاذ، عاشتيدك، الله، عقلك يشتغل. 2014 طبنا داعش، ما شاء الله أستاذ، يعني هيك التشيري على الكيك. حضرتك بشرفك بطل تقارب وجهات النظر بين السنة والشيعة، لا يجونا طالبان والشيخ الزقزاق. أخي سلام عليكم أخي، هذا الكود أنا أعرفه مرة. سلام عليكم أخي، ممكن الجوز من أمهاتنا أخي؟ عوفنا مختلفين وإحنا نحب نختلف ونحل مشاكلنا بالحوار. بابا هو اكو شغله، هذا الكود مهم جدا، حزب الاسلامي كلهم يحشون من خشومهم. السلام عليكم يا اخي، والله يا اخي احنا هنا في الاخوه كلهم يحشون، ما اعرف ليش كود. ما اي كمل سات. وخسرت مرتين الانتخابات بسبب عدم ركوب الموجه الطائفيه. جربنا التخندق الطائفي ولم ننجح، جربنا التخندق المناطقي ولم ننجح، اليوم علينا ان نذهب الى العراق بصوره عامه. ده يقول لك احنا جربنا نصير طائفيين بس شو فشلنا، ايش عجب؟ انه جربنا نصير مناطقيين شو هم فشلنا؟ شو هالمجتمع المحترم هذا؟ تصير ويا طائفي تفشل، تصير ويا مناطقي تفشل، فقلنا خلي نصير عراقيين ما دام صار لنا 60 سنة عايشين بالعراق. بس حلو والله، حلو، حبيت استاذ. يعني هو رفض يركب الموجة مال طائفية، بس هو الحزب الإسلامي يعني، بس هو رفض. حلو، حبيت بادرة أمل رشيد ورا 60 سنة من الحزب الإسلامي بالعراق، ورا 60 سنة ده يحاول يبني مستقبله، يقرب وجهات النظر ويصير عراقي ويحارب التخندق الطائفي. ما شاء الله، حلو حلو حلو. أي رشيد الناصح الأمين، أنت هسه بخطابك هذا الجميل الحلو الوطني اللي يريد يسمو على الطائفية ويرفض الركوب على وتقسيم المناصب سنة وشيعة وهاي الأشياء، أنت قادر على إعادة الأمل بالانتخابات والطبقة السياسية، فأنصحنا نصيحة أمينة ورشيدة وعلمنا شلون نطلق طلقة الرحمة على الطائفية. أقول حلت نطلق طلقة الرحمة على الطائفية وننهيها دائما، رشح رئيس وزراء سني. ما شاء الله أستاذ، عقلك يشتغل ما شاء الله أستاذ رشيد، عاشتيدك والله. خاف رشيد، خاف تخندقت أحسن رشيد. يعني أستاذ الخطة مالتك لمحاربة الطائفية تخلي رئيس الوزراء خاضع لتقسيم السنة والشيعة، بس تطيل السنة مو للشيعة يعني، بس هذا، بس هو بعده تقسيم طائفي. رشيد طلقة الرحمة على الطائفية تصير انه تجيب رئيس وزراء ورئيس جمهورية ورئيس مجلس النواب عراقي، ما تباوع عليه منين ولا هو ولا تتصرف وياه على اساس انتماء ديني.
تجيبه لأنه كفوء لإدارة المنصب، مو لأنه سني ولا لأنه شيعي. شوف بقى رشيد، راح أقول لك كلمة واحدة واحدة بس، شباب العراق مو البيع. منين جبت هاي الخطط العبقرية؟ من يا تاريخ نضالي متخندق وناصح وأمين. أنا كنت من الإخوان المسلمين وانتميت للإخوان المسلمين مبكرا، وكان الإخوان المسلمين والحزب الإسلامي طرفين، واحد طرف سياسي وواحد طرف دعوي منذ البداية، واستمر هذا المسألة إلى بداية التسعينات. ففي بداية التسعينات الإخوان المسلمين والحزب الإسلامي اختلفا نوعا ما، اختلفا نوعا ما في بداية التسعينات. أنا ملت لمسألة السياسية، أنا ملت إلى الحزب الإسلامي في بداية التسعينات، وبقي هذا الخلاف بين الإخوان والحزب الإسلامي في التسعينات. ولكن أنا أقول لكم وأطمئن كل الجمهور وكل الحاضرين بأنه من 2011 إلى يومنا هذا لا صلة لنا بالإخوان المسلمين. هاي من أنا بلشت هاي سالفة مال صادقون، قصدي هاي السالفة اللي هسه نشوفها إحنا مال صادقون، مو مال عصائب، صادقون المكتب السياسي مال عصائب، بس يعني مو مال عصائب. هذولا طلعوا أول الناس مسويها. شوف أنا أسولف لكم أصل الخلاف بين رشيد العزاوي الأمين العام للحزب الإسلامي بين الإخوان المسلمين، يعني طبعا عليهم الله لا يكذبني، الإخوان المسلمين هم كان عندهم ملتقى يمكن اسمه ملتقى الرافدين للإخوان، شلون ما زيد الطلقان اللي قاعد بيه رشيد، ملتقى الرافدين مال الإخوان كان يصير بيه غسيل مال عقول، فمن عرفه رشيد العزاوي راح ينتقل لملتقى الرافدين هذا مال حوار، خافوا لا يبتزهم لأنه مرات الملتقيات يوسوس بيها الشيطان على فضايح، على ابتزاز مدير عام سابق بالثقافة مثلا يصير عليه ابتزاز، مقبرة مثلا واحد ما أخذ استثمار يصير عليه ابتزاز، والشيطان شاطر بالوساويس ما أعرف ليش، سبحان الله. زيودي حبيبي ليش مشت بطنك؟ ترى أنا أحكي على وساوس الشيطان مو عليك، قاعد لطب طقطق بسبحتك السندلوس أو في التواليت، لا تخاف ماكو شيء مهمك. فرشيد اتعاركوا ويا الأخوة بالأخوان، هو إجا قال لهم أخوان يعني أنتوا أخوان وإحنا كنا أخوان إن شاء الله، بس أنا رايح لغير خندق، وهنا الأخوان انتجوا على المجمدة وقالوا لا رشيد أخوان العراق مو للبيع، ما يصير تعرف أخوانك، غلطان كل من ما يحب خوانه، حسام قال هذا المثل مو أنا. وهنا احزر رشيد العزاوي من طلع من خندق الاخوان اللي يا خندق راح. بس قبل تحزرون صلاح خندق خندق شيراتون، فاحزر رشيد ابو العشرة يعني هاي لك صلاح سريع اللي يا خندق حول. انا عندي علاقات مع ايران، علاقات متميزة جدا حلو وعلاقات طيبة، لكن لا يعني انه الحزب الاسلامي ارهن الى اراده ايرانيه او اراده غير ايرانيه، لا ما له علاقه. اشتدك رشيد عقلك يشتغل. رشيد اذا تناوي تحول لايران شو قطعت علاقتك بالاخوان؟ ترى الاخوه بايران عندهم خوش علاقات ويا الاخوه بالاخوان، الموضوع بيناتهم من زمان دهن وخنادق. ولكن انا اريد اعرف بهذا التحول المهم هم رحت تقارب وجهات النظر حتى نتامل خير، كما اني كاعرابي يطق بسبحته السندلوس، أريد أعرف أيضاً أنت لأي درجة قريب من الإيرانيين وتسمع كلامهم؟ بعض من ذكرتي من سميتيهم قادة السنة للأسف تحولوا إلى بساطيل برجل الجولشي، صاروا برجل مارادونا وصاروا برجل ميسي وصاروا برجل مدري منو. مش عن معلوماتك بالرياضة مثل معلومات عبد الله خربيط بالاقتصاد والاستثمار، مين رأت الخرط؟ وينك الجولشي يلبس بسطال؟ ده يحرس مرمى ولا ده يحرس وطن؟ فالجول جذور للوطن. ثانيا مارادونا الله يرحمه وميسي الله يوفقه مو جولشي، اثنيناتهم هدافين وروس حربة. وهنا أريد أقول لك شغلة واحدة، ميسي مو للبيع. بس منو هذا الصاير بسطال برجل جولشي ميسي؟ منو؟ الحزب الإسلامي العراقي اللي هو حزب سني، بلغ نفوذ الأرجنتين إنها جعلت من الذي وصفته الوثائق الأمريكية على إنه العميل رقم كذا للاستخبارات الأرجنتينية في مكتب الرئيس سليم الجمهوري، هذا الرجال صار الآن رئيس الحزب الإسلامي. قبل 20 يوم انتخب الحزب الإسلامي رئيسا له، يحمل الجنسية الإيرانية، مقيم في إيران، متزوج من إيرانية، وصف بإحدى الوثائق التي سربتها المخابرات الإيرانية المخابرات الأمريكية
على انه عميل رقم هكذا في مكتب رئيس اسامه النجيفي. اللي هو منو؟ احنا وصلنا لهنا. اللي هو منو؟ ما قصدي اقول منو تسوي لنا مشكله يشتكي علينا، مبين منو. بعد منو انتخبوا؟ انتخبوا العفريت. رشيد العزاوي عنده جنسيه ايرانيه؟ صدق رشيد العفريت فهدت المخابرات؟ شنو ما عندنا غير احنا الشيخ الزقزاقي؟ ها؟ شنو؟ منو؟ ايش قال؟ رشيد منو؟ يعني احنا كنا متفقين انه مشعان كذاب، بس هذا لا ينفي انه يفوتك من الكذاب صدق كثير. ورب كلمة صدقية في مكان كذبي، ورب جوهرة في مزبلة، وهذا مثل ما له علاقة بس هذه تبالي. وبالنهاية هذا لا ينفي انه مشعان في بعض الاحيان يسرب اشياء تخلينا نشك، وهذا الشك مالتي قادني الى التنبيش وراء رشيد العزاوي، فلقيت رشيد عنده علاقات زينة وجيدة بالكتائب. حيث نشر الحزب الاسلامي من صفحته الرسمية على تويتر بتاريخ 23/2/2020 يقول: الحزب الإسلامي يبحث مع كتائب حزب الله تطورات الوضع السياسي وتشكيل حكومة المؤقتة. واستقبل الحزب الإسلامي العراقي في مقره العام وفدا من المكتب السياسي لكتائب حزب الله في العراق، وكان في استقبال الوفد الأمين العام للحزب رشيد العزاوي وعدد من أعضاء المكتب السياسي. مع العلم انه ناخبين رشيد العزاوي قسم منهم من جرف الصخر اللي الكتائب محتليهم يخلون اهلها يرجعوا لها، بس يخلون رشيد العزاوي بالحزب الاسلامي يرشح بيها، يعني وين يلقون مثله؟ وهنا عندي كلام عن رشيد والحزب الاسلامي بالعراق بصوره عامه. الحزب الاسلامي من 2005 شاركوا بتمرير الدستور اللي كله مشاكل لحد الان، واللي كانوا من الاسباب الرئيسيه للتصعيد بحرب الطائفيه، كانوا المسؤولين الوحيدين عن نينوى والانبار وصلاح الدين وجزء من ديالى، وما قلت سلطتهم، وبغداد ايضا وما قلت سلطتهم لحد ما اجت الصحوات. مجالس المحافظات مال هالمناطق كانت مالتهم، المحافظين مالتهم، الدوائر مال المحافظات هاي اغلبها مالتهم، لحد 2010 يلا بلش يقل نفوذهم شويه. الحزب الاسلامي ركبوا تظاهرات الانبار مال 2013 وكانوا اكبر عامل لتخريبها. وأنا كل ما أسأل واحد من هالمناطق عن الحزب الإسلامي جوابه هو، وهذا سؤال متفق عليه بين هواي، يقولون وأنا ما لي علاقة، هم يقولون هو حزب وصولي نفعي مصلحي باع القضية على الصعيد الديني والسياسي والاجتماعي، دمر المحافظات اللي لزمها ودمر قيمة وجود المكون بالحكم بعد 2003، وفقدنا الهوية من وراهم لأنهم ما يعرفون شي يسوون. من أبرز أعمالهم الفنية الحزب الإسلامي سليم الجبوري اللي زرع شعر مؤخرا من باب التغيير من الخارج، عمار يوسف اللي بالجديد بسوي قص معدة من باب التغيير من الداخل، طارق الهاشمي، اياد السامرائي، حاشم الحسني، محمد اقبال وزير التربية وشو بسوي مصايبة، نور الدليمي اللي كان وزير التخطيط، واخرين. فهذا الحزب الاسلامي استاد، وهذا رئيسه، وكيفكم بعد رشيد انتظر التصويت عليك بالحلقة الجاية، راح ينتخبوك لو اكس، وانا اعتقد اكس ما ادري شو هيك، يعني فتحت القريحة مالتي. مع الاستاذ رشيد العزاوي وامين عام الحزب الاسلامي. ففي بداية التسعينات انا كنت من الاخوان المسلمين، ولم ننجح، سوف ننهض بالعراق ان شاء الله، ولم ننجح. رشح رئيس وزراء سني، ولم ننجح. جربنا التخندق الطائفي، ولم ننجح. جربنا التخندق المناطقي، ولم ننجح. زاوي وامين عام الحزب الاسلامي. ففي بدايه التسعينات انا كنت من الاخوان المسلمين، ولم ننجح.